شوارع الرباط. ده في الشارع عادي يا جماعة، مش في كومباوند، احنا هنا في الشارع العمومي عادي اهو. وخلي بالكوا الرباط مش مدينة سياحية، يعني كل ده والرباط مدينة إدارية مش سياحية. يعني لسه الواحد ما راحش بقى صورتلكوا إفران ومراكش وأجادير بقية المدن. يعني ودي بالصدفة جيم اهو في الشارع هناك اهو. انا ما اعرفش الشارع ده يا جماعه، انا ماشي بالصدفه والله بالعجله اهو. بص امشي بالصدفه تلاقي غابه اهو، غابه والطبيعه كلها. يعني غابه على اليمين وعلى الشمال غابة اهو. شوفوا بقى ما شاء الله جبال المغرب، يعني يمين الغابات وشمال غابات. شوفوا الطريق ورا، ده في الشارع العمومي، ده انت مدينتي عندك مش بالجمال ده. ده واحد واقف بينظف، بينظف ايه مش فاهم، الشارع نظيف اساسا. نكمل مع بعض شوارع الرباط. شارع عادي يا جماعة، ولا هو سياحي ولا غيره، شارع عادي مفهوش أصلا سكني حتى، غابة. زي ما قلنا الرباط مدينة مش سياحية،
يعني مش سياحية، مدينة عادية إدارية. تفضل انت بقى في مصر روح صور شارع الهرم السياحي او سقارة السياحي بين قوسين، عايز اشوفه عامل ازاي. الشوارع الجانبية في المغرب حاجة كده زي التلاتيني عندنا، أو ختم المرسلين يعني كده. يعني مش هتكلم كتير، هسيبكم تتفرجوا بس. مشوا معايا بالعجلة كده بالمكان. صباح الفل.